شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في أخبار الرياضة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد. ومع بداية هذا العام دعونا نتعرف على أبرز أخبارنا الرياضية. الأهلي يقصي الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس ولي العهد السعودي. البداية من السعودية، حيث انتزع الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس ولي العهد بعدما تغلب على الاتحاد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة. هدف العبور سجله فهد اليماني في الدقيقة 44 من الشوط الأول، لينتظر الأهلي في النهائي الفائزة من المباراة الثانية التي ستجمع الهلال والشباب اليوم. حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي نهضة بركان وضيفه المغرب التطواني في المرحلة 14 من منافسات الدوري المغربي. ورغم إتاحة العديد من الفرص خلال شوطي المباراة، لكن مهاجمي الفريقين فشلوا في ترجمتها إلى أهداف، ليرتفع رصيد نهضة بركان إلى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن التطواني الذي حل سادسا. وفي القارة الصفراء، حجزت أفغانستان مكانها في نهائي كأس الذهبية لدول جنوب آسيا المقامة في الهند بعدما أمطرت شباك منتخب سريلانكا بخماسية نظيفة في مباراة قبل النهائي. وتأمل أفغانستان في الحفاظ على لقبها الذي توجت به في نيبال عام 2013. وستواجه أفغانستان في النهائي منتخب الهند الذي تأهل بدوره بعد تخطيه جزر المالديف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي. وتطمح الهند المستضيفة في استغلال الأرض والجمهور خلال المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل. وفي لعبة العمالقة، تغلب يوتا جاز على ضيف بورتلاند تريل بليزرز ب 109 نقاط مقابل 96 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي NBA. بهذه النتيجة حقق يوتا جاز الفوز 14 له منذ بداية الموسم، ورفع رصيده إلى 45 نقطة بالمركز العاشر من المجموعة الغربية. وتلقى بورتلاند الخسارة 18 ليتوقف رصيده عند 49 نقطة بالمركز الثامن من المجموعة نفسها. وإلى الدوري الأمريكي لهوكي الجليد، حيث تغلب دالاس ستارز على ناشفيل بريدترز بخمسة أهداف لهدف. بهذا الفوز ابتعد دالاس بصدارة المجموعة الوسطية برصيد 59 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقي سان لويس بلوز، بينما توقف رصيد بريدترز عند 43 نقطة بالمركز الخامس من المجموعة ذاتها. أنارت أضواء الألعاب النارية سماء شواطئ كوباكابانا بريو البرازيلية ليلة الأول من يناير 2016 معلنة العد التنازلي للأولمبياد. وتمت إضاءة 24 طنا من الألعاب النارية ليحتفل حوالي مليوني شخص برأس السنة بشواطئ كوباكابانا التي تستعد للعرس الأولمبي بعد سنتين من التجربة المونديالية في كرة القدم. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود للزملاء لاستكمال ما تبقى من أخبار.